الآن الإمام الحسين واقف بهذه الحالة فدعا بولده الرضيع. الآن يا أهل الحوائج انتبهوا بارك الله فيكم، الواعية اشتدت، صراخ النساء، العويل، البكاء، فجيء إليه بعبد الله الرضيع، هذا الطفل العزيز الذي يذكره الإمام صاحب العصر والزمان، يقول: السلام على عبد الله الرضيع المرمي الصريع المتشحد دما المصعد بدمه إلى السماء، لعن الله راميه حرملة ابن كاهل الأسدي وذويه. أخذه الإمام الحسين إلى القوم: يا قوم، قتلتم أهل بيتي وأخوتي، لم يبق عندي سوى هذا الرضيع. حمله أمام القوم: اسقوه شربة من الماء، والله لقد جف اللبن في ثدي أمه. بينما الحسين عيناه شاخصتان نحو السماء، وإذا به يرى رضيعه يرفرف كالطير المذبوح على صدري، وإذا بسهم حرملة، لعنة الله على حرملة، ضرب الطفل الرضيع ذبحه من الوريد إلى الوريد. أيوا حسينا وإماما ومظلوما. وضع الحسين يده تحت منحر الرضيع، امتلأت دما، قال: هون ما نزل بي أنه بعين الله، ثم رمى الدم نحو السماء لم تسقط منه قطرة. وإذا به يسمع مناديا يقول: يا حسين دعه فإن له مرضعا في الجنة. نزل الإمام الحسين حفر له بجفن سيفه ودفنه مرملا بدمائه. لماذا دفنه؟ ها تعرف؟ لأسباب. أولا خاف الحسين عليه من سحق حوافر الخيل، لأن جسمه ناعم يضمحل ويتلاشى تحت حوافر الخيل. ثانيا أمه لا تستطيع أن ترى ولدها مقتول، النساء ما لهم قدرة على رؤية الطفل الرضيع بهذا الشكل، لذلك تركه بأبي وأمي. ثم ودع العائلة ونزل إلى المعركة بيده السيف، حمل على الميمنة ينادي: الموت أولى من دخول النار، والنار أولى من ركوب العاري. ثم حمل على الميسرة وهو ينادي: أنا الحسين بن علي، آليت ألا أنثني، أحمي عيالات أبي. أريدكم وين ما تكونون بالعالم بالعالم تتوجهون إلى مصرع الحسين سلام الله عليه، أحمي عيالات أبي، أمضي على دين النبي. فراح يقاتل قتال الأبطال، فصاح عمر بن سعد: ويحكم، هذا ابن الأنزع البطين، هذا ابن قتال العرب، حملوا عليه 4000 بالنبال. فجاءته النبال من كل مكان، أخذته النبال من كل مكان، والإمام الحسين سلام الله عليه يقاتل قتال الأبطال. ثم يرجع إلى مركزه يكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المركز وين كان؟ مقابل المخيم، يعني زينب، فاطمة، سكينة، رقية، أنا موجود موجود. بينما هو كذلك: أحبتي، الله أكبر، لا إله إلا الله. لاحظوا البداية كيف تكون. الإمام الحسين اشتد القتال واشتد العطش، ذهب إلى المشرعة، كشف القوم عن المشرعة، فنزل في المشرعة، أقحم الفرس ليشرب من الماء. الحسين خاطب الفرس والخيل ذكية: يا ناس اسمعوا اسمعوا. الحسين قال لفرسه: أنت عطشان يا جواد الحسين، أنت عطشان وأنا عطشان، لا أشرب حتى تشرب. فرفع الفرس رأسه كأنه فهم الكلام،
فلما مد الحسين يده ليشرب، ولا يمكن أن يشرب الحسين، لكن الحكمة لاحظوها، ناداه رجل: يا حسين أتلتذ بالماء وقد هتكت حرمك وخيامك؟ فرجع الحسين إلى المخيم. هذه شيمة الإنسان الكريم. لا تقل إذا الحسين يعلم الغيب لماذا رجع، يجب أن يرجع لأنه سمع هتك الحرمة، يبين للعالم ويعطي درس كبير للعالم. فرجع مرة ثانية إلى الخيام الإمام السجاد. هذا الوداع الثاني، اسمع، يقول: دخل علي أبي الحسين وبدنه يغلي بالدم. شايف الكلام، كلام الشجاع، الشجاع بدنه يغلي بالدم. واحتضنني الإمام السجاد، يقول: أبي الحسين دخل علي وبدنه يغلي بالدم، ثم ضمني إلى صدره وقال لي: ولدي علي، أعلمك دعاء علمتنيه أمي فاطمة. الله أكبر. أعلمك دعاء علمتنيه أمي فاطمة. هذا الدعاء انقله إلى العالم، إلى شيعتنا، بحق ياسين والقرآن الحكيم، وبحق طه والقرآن العظيم. يا من يقدر على حوائج السائلين، يا من يعلم ما في الضمير، يا منفسا عن المكروبين، يا مفرجا عن المغمومين، يا راحم الشيخ الكبير، يا رازق الطفل الصغير، يا من لا يحتاج إلى التفسير. صل على محمد وآل محمد واقضي حوائجي للدنيا والآخرة. هذا الدعاء الإمام السجاد قال: أبا أرى انكسارا في وجهك، أشوف سحابة حزن كبيرة. قال: ولدي علي، قتل أخوك عبد الله الرضيع. كان يناغيني الحسين، يقول والله، يقول: كان يناغيني وكأنه يقول لي: أبتاه، لازلت عطشانا يا والدي. فجاء الإمام الحسين يودع العائلة ويودع السيدة زينب، أمرهم بلبس الأزر، قال: استعدوا للبلاء واعلموا أن الله حاميكم وحافظكم وسينجيكم من شر الأعداء. يا إلهي ساعدني يا مولاي، كيف أصل أنا معكم إلى مصرع الحسين؟ نحن نحوم حول مصرع الحسين، وهذه الملايين معنا في هذه الساعة من كربلاء إلى كل العالم يشاركوننا هذه اللحظات، الساعات الحزينة الحزينة. ودع العائلة في المرة الثانية. عمر بن سعد قال: ويحكم، اهجموا عليه ما دام مشغولا بعائلته. جاءت السهام للحسين من كل مكان، حمل على القوم، الله أكبر، حمل على القوم، قاتلهم قتالا شديدا، لا يلحق أحدا إلا بعجه بسيفه حتى أوقع فيهم مقتلة عظيمة. الله يا ربي دخيلك يا مولاي، أي قلوب نحملها نحن. فرجع يستريح من القتال، فرماه أبو الحتوف الجعفي بسهم وقع على جبهته. أيوة إماما وحسينا. فنزع السهم من جبهته. يا جماعة انتبهوا انتبهوا انتبهوا. وسالت الدماء، فمسح الدم وحمل على القوم مرة أخرى وأبعدهم عن الخيام وأوقع فيهم مقتلة عظيمة. لكن هنا الحسين رجع بأبي أمي بعد هذه الحالة، جلس يستريح. آخ يا أبا عبد الله، يا نور عيوني، آخ يا سيدي يا مولاي، ليتني كنت معك يا مولاي. هؤلاء الأحرار بالعالم كله يذكرونك الليلة وبكرة ويبكون عليك.
يا من بكى عليك رسول الله، يا من بكى عليك الملائكة المقربون والأنبياء والمرسلون. أوصل معاكم يا أحبابي، انتبهوا جيدا، أنتم الآن في كربلاء. جلس الحسين يستريح، رماه رجل بحجر فوقع على جبهته. أيوا إماماه وحسيناه ومظلوماه، رحم الله من نادى وحسيناه وحسيناه وحسيناه، صرخة صرخة وحسيناه وإماماه وحسيناه. ها اسمع اسمع، شال الثوب شال الثوب بيده يمسح الدم، رفع ثوبه حتى يمسح الدم، بان بياض بطنه الشريف. معذرة يا مولاي يا صاحب الزمان، رماه حرملة بسهم محدد له ثلاث شعاب فوقع على قلبه. أيوة إمامه وحسيناه وحسيناه، صوتك ارفع صوتك، وحسيناه وحسيناه وحسيناه. سيدي فدوى لقلبك، فداء لقلبك أبا عبد الله، الروح فدوى لقلبك سيدي. اسمع 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 حبيبي، الحسين وضع يده تحت الدم، لما امتلأت رمى بها نحو السماء، لم تسقط قطرة من ذلك الدم. يقول الإمام الصادق: واقشعرت لدمائكم أظلة العرش مع أظلة الخلائق. بعد أبو علي خلاص لا، وضع يده مرة ثانية، امتلأت، مسح بها، لطخ بها رأسه ووجهه ولحيته، وقال: هكذا ألقى الله وألقى جدي رسول الله، وأنا مخضب بدمي وأقول: يا جد قتلني فلان وفلان. وقد أضعفه نصف الدم، فجلس على الأرض ينوء برقبته، جلس على الأرض ينوء برقبته. وقد انتهى إليه مالك بن النسر عليه اللعنة وسوء العذاب، فشتم الحسين وضربه بالسيف على رأسه. وإمامه، صوتك إلى العالم كله، وحسيناه وحسيناه ومظلومه ومظلومه. اسمع اسمع، بعد ما وصلت معك ان شاء الله عندي مهجة اقدر اوصل لهالملاحظات هذه، اسمعوها جيدا، لان الملايين في العالم ينتظرون هذه اللحظة ليشاهدوا مقتل الحسين، والا غدا صباحا يقرأ المقتل هنا في هذا المكان ان شاء الله. احبتي لاحظوا لاحظوا الدقة، اين هي؟ في هذا المكان بالذات، أحاطوا بالحسين من كل جانب ومكان. بالمخيم عبد الله ابن الحسن السبط أخو القاسم، عمره 11 سنة، واقف بباب المخيم، نظر إلى عمه الحسين وقد أحاطوا به، فخرج من المخيم يشتد إلى الحسين. زينب كلما منعته قال: لا والله حتى أصل إلى عمي الحسين. فجاء عبد الله
وصل إلى الحسين رأى بحر بن كعب رجل لعين خبيث جرد السيف يريد يضرب الحسين. هذا الغلام ماذا قال له؟ أخو القاسم هذا ابن الإمام الحسن ويتيم يتيم الإمام الحسين مربيه، هو ما عارف إلا الحسين. صاح يا ابن الخبيثة على بحر بن كعب، يا ابن الخبيثة أتضرب عمي الحسين؟ فجاءت الضربة، وضع يده حتى يدافع عن عم الحسين، قطعت يمينه قطعت يمينه، فصاح يا عماه قد قطعوا يميني. فضمه الحسين إلى صدره، ضمه الحسين إلى صدره وقال عند الله أحتسبك يا ابن أخي. فجاءه سهم من حرملة ذبحه من الوريد إلى الوريد في حجر الحسين. الآن في هذه اللحظة أحبتي، في هذه اللحظة جواد الحسين أقبل يحوم حول الحسين، يحوم حول الحسين. ابن سعد قال هذا الجواد من خيلي، من خير خيل رسول الله، خذوه. صار الجواد يرمح برجليه، قتل مقتلة عظيمة. ابن سعد قال دعوه ننظر ما يصنع. لما أمن الجواد الطلب رجع إلى الحسين، يلطخ ناصيته بدم الحسين ويشمه ويصهل صهيلا عاليا، ثم توجه نحو المخيم بهذا الصهيل. الإمام الباقر يقول كان الجواد يقول بصهيله الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها. فلما رأت النساء، لما رأينا الجواد مخزية واسترجع عليه ملوية، برزنا من الخدور على الخدود لاطمات وبالعويل داعيات وإلى مصرعك مبادرات، فواحدة تحنو عليه تضمه وأخرى عليه بالرداء تظلله وأخرى بفيض النحر تصبغ وجهها وأخرى تفديه وأخرى تقبله. وصاحت زينب ابنة علي أم كلثوم بصوت رفيع ومحمدا وأبته وعليا وجعفرا وحمزة، هذا حسين بالعرى، هذا حسين بالعرى صريع بكربلاء. ودنا عمر بن سعد مع جماعة معاه نحو الحسين، ينظرون إليه يجود بنفسه. جاء أبو زرع لعنة الله عليه ضرب الحسين على يمينه، وجاء الحسين ابن نمير ضرب الحسين في حلقه. أنا أقرأها بهدوء لك بس أنت استعد استعد استعد، ها لحظة هذه الدقة. وجاء آخر ضربه في ترقوته، أحبتي الحسين ينوء برقبته. هذه المصيبة لا تقرأ إلا ليلة عاشوراء ويوم عاشوراء، ليس أكثر من ذلك أحبابي. ماذا أصنع معكم؟ استعدوا بقلوبكم، أنتم مستعدين الآن لأن تدافعوا عن الحسين، خصوصا النساء. الليلة أطلب من النساء صرخة وصيحة واحدة مع زينب الوحيدة. زينب لما نظرت إلى عمر بن سعد قالت ويحك يا ابن سعد أتنظر وأبو عبد الله يجود بنفسه؟ فصرف بوجهه عنها. اسمع جدتك جدتك، اسمعوا الأحرار بالعالم، صاحت الحوراء زينب ويحكم أما فيكم مسلم؟ فلم يجبها أحد. صاح ابن سعد في الناس، وصلت إلى هنا، انزلوا إليه واريحوا. فبدر إليه شمرون فرفسه برجله، فرفسه برجله، فرفسه برجله، وجلس على صدره. ايدك ايدك على وجهك، ايدك على وجهك، ايدك على راسك،
وجلس على صدره وقبض على شيبته المقدسة وضربه بالسيف 12 ضربة. أيوة يا ماما وحسينة، واحتز رأسه المقدس